أحمدك ربي كما علمتنا أن نحمد، وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه وحزبه وعلى كل من اتبع الطريق الأوحد. عباد الله، في إطار سلسلة الخطبة الممنوعة، العنوان ديال هذه الخطبة هذه إن شاء الله هو أشنو الدافع اللي تيدفع الإنسان باش ينتقل من النصيحة إلى الغيبة؟ ما هو الدافع الذي يدفع الإنسان المؤمن لينتقل من النصيحة إلى الغيبة؟ فالنصيحة تعتبر واحد الركيزة أساسية من الدين، حتى أنها اعتبرها الرسول صلى الله عليه وسلم هي الدين كله. فجاء في صحيح مسلم عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. بل أن الإنسان اللي هو ما تينصحش ما فيه خير، واللي ما تيقبلش النصيحة ما فيه خير. داكشي علاش في الآثار: لا خير في قوم لا يتناصحون. في هنايا التشارك وفي التفاعل، لا يتناصحون، ولا خير في قوم لا يقبلون النصيحة. فلهذا بغينا نشوفوا وحنا تنتكلموا في الخطبة هذه على الدوافع ديال الانتقال من النصيحة اللي هي عبادة وشعيرة للغيبة اللي هي جريمة وكبيرة من الكبائر، تنتكلموا على حالة نفسانية. فالنفس نعرفوها أولا والحقيقة ديالها أنها أصلا أمارة بالسوء. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف: إن النفس لأمارة. جابها سيد ربي بصيغة المبالغة، لأمارة ماشي لآمرة، لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، استثناء. فهذه النفس هذه هي أكبر عدو ديال الإنسان، بل هي من هتيد الشيطان لعنه الله للإنسان. فتيجي سورة إبراهيم أن الله عز وجل حتى يقدم بالخلائق تيخطب إبليس لعنه الله في الخلائق اللي هما دخلوا الجنة، وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم. معنى ما أنا غادي نفككم، ما أنتم غادي تفكوا لي، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتمون من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. النفس صعيبة، لهذا ما تتقبلش باش غادي تنصح. النفس بغات باش تبقى تنفخ فيها. الإنسان تيعرف راسو أنه في الضيق، وتعجبوا باش يقولوا للناس انت مزيان، انت ولي الله، انت صالح، كذا كذا، في حين في المجال الجسدي تيبغي الانسان اللي غادي يصرح ليه مزيان اشنو فيه من مرض. ما تيبغيش المجاملات في المجال الجسدي، ما تيبغيش يقول لي الطبيب تبارك الله عليك انت صحيح، لا، تيقول لي قول لي اذا كاين شي حاجه فيا قولها. ولكن في المجال الروحي، في المجال النفساني، ما تتقبلش النفس. فلهذا هذا هو السبب باش ما تيكونش عندنا النصيحة فيها قبول، باش ننصحك ونقول لك السي فلان راه فيك العيب الفلاني اللي هو مخالف الشريعة الإسلامية، تيخصك تحيدو، تيولي هو عدو ليك. لهذا الناس سيهربوا على هذه النصيحة باش تبقى العلاقات ما بين الناس فيها مجاملات. الإسلام ما بغاش المجتمع يكون مبني على النفاق، حتى ان الرسول صلى الله عليه وسلم قالنا: احثوا التراب في وجه المداحين. معنى شي واحد تيمدح واحد، هذا قال ليه ضرب فيه، لح عليه التراب. علاش؟ لان راك تنمي هاد النفس الاماره بالسوء. فلهذا خصنا نقبلوا هاد النصيحه، بل جعلت الامه الاسلاميه خير الامم لانها فيها هاد القضيه ديال النصيحه. تقول الله عز وجل في سوره البقره: كنتم خير امه اخرجت للناس. هنا في سورة آل عمران: كنتم خير أمة أخرجت للناس. بعد ما قال سيدنا ربي من قبل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. من بعد منها قال سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس.
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لهذا الناس سيهربوا باش ما غاديش يكون عندهم عداوة. ثم هذاك اللي تيتنصح عنده الناس جوج، غير إما هذاك الناصح تيعرف كيفاش ينصح وعنده حكمة، وإما تيجيبها لشان وتيتقص على آخر. ولكن الآخر تيخصو يعرف بحال هذاك الفرملي، كاين الفرملي اللي تيضرب ليبرا وتتقصح انت بديك ليبرا اللي ضرب ليك، الدواء هو الدواء وليبرا هي ليبرا. ثم كاين اللي تيضرب ليك ليبرا ما تتحش. فلهذا كاين اللي تينصحك وتتقصح في النصيحة، ولكن قبلها على كل حال كاين اللي تينصحك وعرف كيفاش ينصح. هذا النصيحة اللي هي تتعتبر من الأعمدة ديال الدين ومن الأساس ديال الدين. الغيبة شكون هي الغيبة؟ الغيبة هي ذكرك أخاك بما هو فيه ويكره سماعه لو كان حاضرا. بمعنى أنك تقول شي حاجة اللي في هذاك. فالغيبة المجال ديالها واسع بزاف. كاين غيبة تكون في الخلقة، شي واحد عرج، شي واحد عوج، شي واحد كحل، شي واحد كذا. كاين اللي تتكون في الأخلاق والسلوك، كاين اللي تتكون في المعاملات، كاين اللي تتكون في اللباس، كاين معنى تتكون في الشكل، ولا تتكون في المجال المعنوي. فالغيبة تتعتبر من الكبائر، تتعتبر بحال كليتي الحمد ديال خوك المسلم. لهذا قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحجرات: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فهنا تيجي السؤال، شنو هو الدافع اللي تيدفع الناس باش غادي يهربوا من هاد الشعيرة، من هاد الأساس ديال الدين اللي هو النصيحة، وتيمشيو للغيبة باش يذكروا الناس في الغيبة ديالهم داك الشيء اللي تيكرهوا السماع ديالو لو كان كانوا حاضرين؟ هذا ما سنستمع إليه في الخطبة الثانية بعد جلسة الاستراحة. نسأل الله أن يوفقنا لما فيه الخير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من الدوافع الأساسية اللي تدفع الإنسان تنتقل من نصيحة الغيبة، أولا التشنيع، بمعنى أنني أنا بغيت نبان هو اللي مزيان وهذا كل هذيك خايبين، وبالتالي تنولي تنذكر فيه شي حاجة اللي هو تيكره هذاك الإنسان في الغياب ديالو تنذكرها للناس، هذه حرام. فلهذا تخص كل واحد يعرف انها راه تعتبر من الكبائر، وان مولاها تتعدى في القبر اللي هي الحياه البرزخيه المده كلها اللي هو في القبر. ثم بعد ذلك تيمشيو للحسنات ديالو من قبال هذاك اللي تكلم فيه هذاك الانسان. هذا دافع نردوا البال منه عندك نمشيو نقعوا فيه. وهنايا بزاف ديال الصياغ ديال الغيبه، لهذا وسعوا فيها العلماء. مثلا تنقول هذاك الشيء تتقد تجي الغيبه بصيغه ديال بواحد الطريقه ملفقه، تتقول هذاك السيد رجل صالح، هذيك المراه مزيانه محتجبه، وداك الشيء هذا لو كان هذاك يكون الله يعفو عليه كل ما كانش غير تيكمي. بمعنى ان هذيك كل ما كانش شي يكمي ولا شي حاجه اللي هو ما باغيش هو ساترها ما تعرفوهاش الناس، انت فضحتيه وجبتيها بواحد الصيغه ملفقه وواحد الدعاء وكذا، غيبه تتعتبر حرام. واش كاين شي غيبه اللي هي تتعتبر حلال؟ كاينه سته ديال الانواع جابوها العلماء من خلال الاستقراء ديالهم ديال الكتاب والسنه تتعتبر جائزه. حنا غادي نشوفوا وحده منهم. هذه الوحده هذه هي انك انت عرفتي في المجتمع ديالنا الناس ما تيقبلوش النصيحه مباشره نظرا للنفوس ديالهم المريضه، وتتمشي لعند واحد اللي تتعرف بان هذاك الواحد غادي يمكن يكون عنده تاثير على هذاك الشخص تتقولها ليه. مثلا خوت ما بيناتهم، واحد ما تيصيرش الرحيم مع خوه الاخر، فانت باش غايتقول لي علاش وكذا كذا تيولي الاخر تيدافع وتيبرر في اطار الباطل، بل تيولي تيحضيك ويقلب لك انت على هذوك النقاط الناقصه فيك وما تيستفدش من النصيحه. انت تنوض تقولها لخوتك ما تقولهاش للبراني، ما تيكونش القصد ديالك التشنيع لخوتك باش هما يلوموا هذاك خوهم علاش ما تتمشيش عند فلان الفلاني، اش بينك وبينه، وتيولي هما واحد الخيط اللي هو شي صلح ما بين جميع الافراد ديال الاسره. هذه جائزه شرعا
وتصيب الطرف الاخر تيقول علاش مشى قالها لخوتو، لانك انت اصلا ما تتقبلش النصيحه المباشره. فهو قال غادي نمشي نقولها لهذوك باش يعاونوني على هذاك الشخص على نفسه هو باش غادي يرضى عليه الله عز وجل. هذه هي المساله اللي هي جائزه. فحين نقولوا السؤال علاش الناس يهربوا من النصيحه الى الغيبه، كاين الهروب ديالهم الاولاني تعتبر غير شرعي على اساس التشنيع وعلى اساس حب الظهور واظهار الاخر بالنقصان، هذا غير جائز خصنا نحصطوا منه. الحاله الثانيه اللي هي انك بغيتي تقلب على اللي غادي يتعاونوا معك، لانك الا كنتي مباشره مع الشخص تنصحو ما غاديش يقبل منك. نطلب الله عز وجل يكون هذا الكلام هذا بالسلامه اللي ما في صدورنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.